شفت كتجي كتشوف معظم الناس اللي كتعاني من مشاكل، كتفكر وكتقلب وكتحلل وكتلقى بان معظم المشاكل اللي كيعيشوها الناس الان هي بسببهم هما وبسبب كثر تفكيرهم. هناك حقيقتان لن تعيش سعيدا حتى تعرفهما. خلينا من داك التخربيق ديال اليوتيوب هذوك، تنشوف شي فيديوهات ديال بعض بسيكوبات. المسلم بعدا لا يحتاج طبيب نفسي ولا يحتاج محلل نفسي، عرف غير جوج الحقائق وستعيش اسعد مخلوق على وجه الارض. اعرف حقيقتك انت، من انت ومن ربك. هنا عرفتي جوج الحقائق، غادي ترتب على هذا الامر انك غادي تعرف اشنو مطلوب منك انت واشنو ما مطلوبش منك. الانسان هو عبد مجرد من الحول والقوه، مسير. الاحداث التي تحدث لنا لا نختارها، واذا كانت يعني فقدان عمل، فقدان حبيبه، فقدان قريب، فقدان صحه، غير ذلك، نحن غير مكلفون باش نغيروا هذه الاوضاع. الله هو اللي قادر على تغيير هذه الاوضاع. فانا ارتاح، اطرح السؤال، حينما تحدث لي مصيبه هل هذا جاء بقدر من الله وبعلم منه؟ اذا كان الجواب نعم ارتاح، نصدع راسي، نشوف شنو اللي مكلف به انايا، وهو العباده وهو التقرب الى الله واصلاح الانسان، الاخلاق ديالو والتعاملات ديالو وعلاقات ديالو، وما يهموش حتى شي حاجه. السعاده لا تاتي بالمال ولا تاتي بكثره النساء او باللذات او بلذات الماكل والمشرب، انما تاتي بشيء واحد اسمه الحكمه. الحكمه اللي ما تعرفهاش الاخوه جات مقرونه في القران مع القران. دونك الله عطينا الكتاب والحكمه، وشنو الحاجه اللي تعطات للنبي مع القران؟ هي السنه. هذا فسرها العلماء، فسروا الحكمه بالسنه. والحكمه في الفلسفه تفسر بانها وضع الشيء في موضعه. الانسان اذا كانت عنده الحكمه فسيعيش من اسعد مخلوق على وجه الارض. الحكمه هي التي تعطي السعاده وليست المال وليس غير ذلك. فانا حينما اعرف المغزى من وجودي في هذه الحياه انه الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الارض كما قال ليبلوكم ايكم احسن عملا، ابتلاء. فكل ما يحدث لي هو ابتلاء، امتحان. ان صبرت وشكرت عوضني الله خير منه، خير منه. اي حاجه مشات لك عند الله خير منها، ولكن عليك ان تسترجع مباشره بعد وقوع المصيبه، تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فالله يخلفك ويعوضك خير من مصيبتك. للمزيد باقي ان شاء الله شاركوا في القناه حتى تحصلوا على المزيد من الفيديوهات.